دلوقتي احنا خلاص ربطنا الاجهزه البيز والروبر خلاص تمام، فدلوقتي احنا ازاي هنعرف ازاي نرفع التوبوجرافي المنطقه معانا حاليا، ازاي هنرفع التوبوجرافي هنشوف هنرفعها ازاي. احنا خلاص ربطنا الجهاز، خلاص ربطنا الجهاز كل حاجه تمام، فباجي اركب الجهاز في الروفر وبعرف وبتحرك بيه، فبقف هنا بخش تاني عند ميجر، بخش عند ميجر وبختار ميجر بوينت وبكتب بوينت نيم، بختار اي نيم اللي انا عايزه، وباجي عند الكود مثلا بختار ان جي ال مثلا، ان جي ال اللي هو الناشر جراوند ليفل تمام، وارتفاع الانتنه اللي معانا 2 متر وبعمل انتر وبعدين بعمل ميجر كده. خلاص النقطه اتسيفت، بتحرك مكان تاني، بتحرك مكان تاني وبضغط ميجر، بتحرك مكان تاني وبضغط ميجر. كل ما انا بضغط ميجر هنا كل ما الجهاز عمال بيرصد معايا، كل ما بضغط ميجر كل ما الجهاز بيرصد معايا. بعد ما بخلص المنطقه اللي انا عايز ارفعها شبكيه او توبوجرافي بخلاص بخلص بقى بخرج من البرنامج ده تمام، وكده خلاص انا معايا الداتا. ازاي اخرج الداتا؟ انا سميت الكود بتاعي ان جي ال. ازاي اخرج الداتا؟ باجي هنا، باجي عند جوب، بختار هنا اكسبورت، اكسبورت فيكسد فورمات تمام، وبختار المكان اللي انا عايز اعمل فيه، انا عايز اطلع الصيغه سي اس في وتكست او تكست، بختار الفايل نيم اللي انا عايز احطه، احط فين المكان بتاعي، لو في فلاشه بحط هنا، وبختار الهارد ديسك 5. دلوقتي هيخرج لي الداتا، هيخرجها لي البوينت نيم رقم 1، رقم 2 ايستنج، رقم 3 نورسنج، رقم 4 اليفيشن، رقم 5 بوينت كود، وبعمل اكسبت، بختار من هنا، بختار انا عايز اطلع الكود معين، انا يمكن ارفع نقط كتير فمش عايز ارفع النقط كلها او اخرج النقط كلها، انا عايز اخرج النقط كلها بس اللي هي مرفوعه بالكود بتاعي، فبختار بوينت ويز سيم كود، بضغط عليها وبكتب ان جي ال وبعمل انتر وبعمل اد، ترانسفير كومبليتد، كده النقط بتاعتي اتنقلت تمام. انا خلاص نقلت النقط وخلصت كل حاجه. دلوقتي مثلا انا عايز اوقع نقطه مسجله عندي في الجهاز مثلا، فبضغط هنا على سيك اوت، بضغط على بوينت، بعمل اد اول بوينت، بيجي لي النقط الموجوده في الجهاز كلها تمام. انا مثلا عايز اوقع نقطه 300، ايه 300، بضغط عليها، هو بيوجهني بيقول لي المفروض ان انا اتحرك ازاي. دلوقتي انا بتحرك، انا هشوفه بتحرك ازاي، بتحرك على نفس السهم ده، هو بيقول لي دلوقتي ان النقطه بينه وبينها متر في النورث و4 متر في الويست، يعني عايز اتحرك في اتجاه النورث متر وفي اتجاه الويست او هو الغرب 4 متر. بتحرك لغايه لما النقطه تيجي معايا ملي ملي، اتحرك روح فيزان، روح شوف هو اتحرك هنا عندي الجهاز، اتحرك معايا كده، اتغير الاحداثيات بتاعته، بيقول لي دلوقتي ان هو عاوز في الساوز 20 سم او 15 سم وفي الويست 23 سم، لغاية لما النقطة تقل معايا هنا في الايرور يبقى مفيش، يبقى انا كده وصلت للنقطة اللي انا محتاجها، وكده يبقى احنا عرفنا ازاي نوقع الاحداثيات تمام. طب لو انا عايز اوقع الاحداثي بدقة عالية جدا، بدقة عالية، يعني دلوقتي احنا عايزين نوقع البوينت A 300 دي بدقة عالية جدا تمام، ازاي اوقعها؟ ازاي اوقع النقطة دي بدقة؟ هوريك دلوقتي ازاي نوقعها بدقة. دلوقتي احنا بيبقى معانا جزئية تانية مع الجهاز، بيبقى حامل ثنائي مع الحامل الرقم لوحده ده، مع اللي شايل الروفر، لما بيتحط ثلاثه مع بعض بيبقى كانه ثلاث رجول، فلما بيبقى ثلاث رجول انت خلاص بتثبته وبيطلع معاك بالظبط ما فيهوش غلطه. باجي هنا بخرجه من الشنطه بتاعته والكفر، واجي هنا عند الجزء ده عشان الجزء ده اقوى جزء في القايم، فبركب فيه، باجي هنا واخلي الليفل او الميه هنا في ناحيه الموجه للدراع كده تمام، وبربط الجهاز. وبركب الجهاز بتاعي هنا عشان اتحرك بيه. دلوقتي بتحرك اتجاه النقطه،
هو دلوقتي بيقول لي عايز اتحرك متر متر ويست ونص متر ونص، فانا هتحرك متر ويست ونص متر ونص. هو دلوقتي عايز يتحرك في الايست 30 سم وفي النص 10 سم. الايست 30 تمام. لغاية لما بلاقي الجهاز معايا تمام وبنزل ده وبنزل التاني، لغاية لما يظبط معايا بالظبط بظبط ميه وبشوف الاحداثي تمام، بوقف لحد كده وخلاص، يبقى انا ظبطت النقطه بالظبط مبقاش فيها غلطات تمام. خلاص كده احنا ربطنا الجهاز، وقعنا، رفعنا شبكيه. اي حاجه تانية باقيه قول لي وانا اعملها لك ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.